كشفت دراسة أجراها باحثون ألمان أن معدل ذكاء المولود الأول عادة تكون أعلى، بس طبعاً كونك الأكبر سناً ما بيعني دائماً أنك الأكثر حكمة بين أخواتك، يعني من المحتمل أنك حظيت بالمزيد من الحب والاهتمام. حيث بتقول الدراسات أن الآباء بيقضوا وقت أطول مع طفلهم الأول، وهذا القدر من الاهتمام بيأثر على معدل ذكائه، خاصة أن الوالدين ما بيكون عندهم إلا طفل واحد، لهيك بيستثمروا كل طاقتهم وجهدهم بتربيته وتعليمه القراءة والكتابة وغيرها من المهارات. ومع قدوم الطفل الثاني أو الثالث بيصير عند الأبوين التزامات ثانية وجداول زمنية مزدحمة، بتخلي تخصيص الكثير من الوقت للأطفال المولودين بوقت لاحق صعب. بس هالشي ما بيعني إن الآباء بيحبوا أطفالهم اللاحقين بشكل أقل، بس الواقع الجديد بيخليهم يحاولوا دائما يوفقوا بين الحياة الأسرية والمسؤوليات الثانية. وذكرت التقارير كمان إن الوالدين بيتعلموا طرق التربية مع أول طفل، الشي اللي بيخلي هالمرحلة تكون تجريبية، وبيسعى فيها الأبوين لتصحيح كل المفاهيم الخاطئة اللي هن نشأوا عليها. طبعاً ترتيب الولادة لا يعتبر عامل حاسم دائماً بتحديد نسبة ذكاء الطفل، بس الدراسات وجدت أن الطفل الأول عادة بيكون معدل ذكائه أعلى، وهالشي تم بحثه بناءً على القدرة اللفظية واختبارات معدل الذكاء العامة. ونتيجة الطفل الأكبر عنده معدل ذكاء أعلى بنسبة 60% من الأطفال اللاحقين، وبتكون نتائجه الأكاديمية والاختبارات المعرفية أفضل بسبب استثمار أبويه أكثر بتعليمه، وهالشي بيمنحه ميزة عن أشقائه.